طوابير طويلة من السيارات ونقص في البنزين داخل محطات الوقود. هل العراق مقبل على أزمة جديدة؟ يشهد العراق في الأيام القليلة الماضية شحة في البنزين داخل محطات الوقود، ما تسببت في إنشاء طوابير طويلة من السيارات منتظرة دورها في التعبئة. من جانب آخر، نفت الحكومة حدوث أي أزمة في البنزين، مشيرة إلى وجود كميات كافية لسد الحاجة وأن الطوابير ستختفي خلال يومين. وفسرت الأزمة على أن هناك إقبالاً من قبل المواطنين على محطات الوقود لاعتقادهم بوجود أزمة، إلا أنه لا توجد أي أزمة. فهل ستنتهي الطوابير خلال يومين أم سيستمر الوضع على حاله؟